انا طبعا سمر من الناس اللي انا بحترمها جدا وبعزها جدا خارج الشغل وفي داخل الشغل، جواها روح كده انا بحبها بصراحة، بتديكي طاقة ايجابية في اي شغل انت بتعمله معاها. اول لما عملت لسمر غنوة كنت عامل لها اغنية لغز كبير، لغز كبير دي كنت عاملها لها هي لوحدها، اغنية برضو مختلفة واخدة الشكل الشيك واخدة الشياكة مع الروح اللي هي الشعبي برضو شوية، الباور الدرامز والكلام دوت. عملت لها اول غنوة، دي كانت اول شغل ما بيننا. بعد كده عملنا بقى الغنوة ديت انا وهي، قلنا نأجل لغز كبير ننزلها بعد الغنوة بتاعت انا وهي. بص، البصمة دي انا كنت عاملها من حوالي مثلا 11 سنة 10 سنين، كنت عاملها كده عشوائي بصراحة، ما كانش في دماغي ان الموضوع هيتطور او البصمة تتسمع او الموضوع يكبر كده مثلا الناس كلها تسمع البصمة وتحب تعرف مين. فانا كنت عامل البصمة عشوائي بدل ما انا اعمل مثلا بصمة بصوتي ويبقى الموضوع تقليدي، فقلت ان انا اغير واعمل بصوت بنت، فخليت بنت عادية جدا هي اللي عملتها. اسمها ايه بقى؟ ازاي لا اخترت كام بنت ولا؟ لا لا، هو انا جربتها كده، كانت تيست بصراحة، كنت بجرب كنت بسجل اغنية فقلت لها جربي بس قولي الاسم كده اعمله بصمة، جربت فقعدت فترة ما عملتش بيها حاجة، بعد كده ابتديت ان انا احطها في الشغل بتاعي كله. تتوقع ان هي تاخد الشهرة دي؟ لا طبعا ما كنتش متوقع كده، بس كان نفسي طبعا، بس ما كنتش متوقع ان هي توصل للناس بسرعة كده والناس تحبها وتمشي ورا الموضوع وتعوز تعرف مين، مكنتش أعرف طبعا ده كله. أنا بلعب على الحتة اللي هي اللي الشارع بيعوزها والناس بتعوزها، في قاعة، في فرح، في كلاب، في أي حتة الناس بتعوز تعمل، يعني بتعوز الأغاني اللي بترقص اللي مش تحزنك، دراميات الكلام، الناس بتعوز حاجة تفرحها فرح، فأنت بتعوز حاجة تفرحها، فحاجة سريعة، حاجة باور مهيبرة، فالناس بتحب الموضوع من هنا. تتوقع ان اغاني المهرجانات تكتسح كده السوق المصري؟ انا قبل بنت الجيران كانت ناس كتير بتهاجم المهرجانات، وكانت ناس كتير ما كانتش مقتنعه بيها ولا حطها في الحسبان اصلا. عملت بنت الجيران الحمد لله وصلت لعدد كبير من الناس على مستوى العالم، فموضوع الحمد لله طور المجال كله وخلى الناس بتسمع المهرجانات في كل دول العالم، فطبعا دي حاجه فرحتني جدا. لا انا دايما دايما في كل اغنيه بحاول ان انا اعملها غير التانيه، ميبقاش في أغنية شبه أغنية، بحيث إن أنت برضو بتطور الموضوع أكتر وأكتر، فلازم إن أنت تعمل تغيير في شكل المزيكا بتاعك أصلا، عامة لازم تطوره، ميبقاش واخد اللون اللي هو المهرجانات بس، لا أنت ممكن تاخد المهرجان مع الستايل الشعبي، ممكن تاخد المهرجان مع الستايل اللي هو الهيب هوب، فأنت بتعمل كذا شكل وليه في كذا سكة بشتغل عليها. وعملت أغاني طبعا كتير كلها ستايلات مختلفة وغير اللي جاي لسه ان شاء الله. بص انا اولا ما ببقاش عايز ان يحصل دوت، عشان الناس بتاخد انطباع مثلا وحش، تقول لك ده انتوا بتعملوا وانتوا بتسووا، وده بيطلع بيشتم في ده وده بيطلع بيشتم في ده، هي كلها بتبقى مشاكل بسيطة، بس السوشيال ميديا طبعا هي اللي بتكبر الموضوع، والناس بقى طبعا في موضوع بتلاقيه كبر لوحده كده من غير ما يكون في اي حاجة اصلا، وهو في الاول وفي الاخر كلها بيبقى كل يعني شاكوش شغله مع عمر وعمر شغله مع بيكا، وكلها كلنا في دايره واحده، كلنا في دايره واحده يعني، فمبقاش في مشاكل ولا اي حاجه. انا عامل الفتره الجايه عامل للنجم حكيم طبعا، وعامل للنجم احمد شيبه، وعامل للفنان محمد نور، عامل له اغنيه تاني، عملت اغنيه في ملعبي وبعمل له اغنيه تاني، وطبعا في نجوم كتير لسه بقى مش هقول اسمهم دلوقتي لما ننزل الاغاني باذن الله.